وهذا السيد بغى يضرب الباز لانه ديجا من بودز ما مسكين حاول يدير الفكاهه وما صدقاتليش وحاول يدير انه يدير بزاف الحوايج وما صدقوليش ما يخورنيش انا بالطمر راك شيت بهذه الكلمه ما يخورنيش. اما الاشاره باش انا نسب واحد الانسان واحد الفئه واحد المدينه نسبها بجميع بكلها باش ندير البوز الله ينعلبوه بوز ناس اسفي لا عمرها ظهر لا هي لا توما لا رجالهم كما قلت انا ما هضرش هضرت على داك هضرت المشكل اللي وقع ليا كنهضر معك كصديق. ايه هو داك السيد الله يهديه بيدير البوز وقع ليا مشكل نهار قبل وقع لي تعامل معايا تعامل خايب رغم هذا كيف ما كنت نعاود ليه كنعاود ليه كصديق هو تعمد يحطو باش يدير الباز باش انه يدير الباز باش انه يقول لك هو ملك الجمال اسفي وانا ما شفت فيه حتى شي صفه تاع ملك الجمال اسفي. هو الفيديو كان عنده حطو عنده في انستغرام ديالو يعني خصهم يتابعوه هما هو اللي بغى يدير الباز هو اللي بغى يدير البلبله. اما ناس اسفي الله عمرها هضره شوف انا ديما نعتذر المغاربه كلهم والسفينيين عمرني قلت فيهم شي كلمه لعيب. الله يبارك فيك اسيدي وشكرا لك شكرا ناس اسفي وشكرا على الاستضافه وشكرا على الرقي ديالكم والصحافه المتمكنه الراقيه. سي جواد اليوم كان عندك احياء ديال واحد الحفله هنا في مدينه اسفي اذا بينا كنتفاجئوا بواحد السطوري خرج كتقول بانه الناس ديال اسفي ما سير لا ما قلتش هكذاك. اليوم انا عندي واحد كان عندنا واحد ديفيلي اللي مع واحد المصممه معروفه هنا في اسفي واللي كان اول مره كيتقام في اسفي يعني كنعطيو لمدينه اسفي واحد 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 الدفعه باش بزاف لي زانفلونسر بزاف الفنانين يجيو ليها باش حتى هي لان تبارك الله مدينه تاريخيه وعندها ما تقول عندها مآتير وعندها بزاف الناس والناس يحتاجوا للسياحه الداخليه في مدينه اسفي. انا ذاك الدري اول حاجه لقيته كيتسناني قدام الباب انا يلاه داخل مشكل شفت الفيديو لابس كنهضر مع واحد المشكل وقع ليا قلت ليه كاينين بعض السفيانيين ما رجالش بعض كما كنقول بعض المراكشيين كما كنقول بعض المغاربه ما عممتش وعمرني عممت لان لست بليد باش نعمم والتعميم من صفات الجهلاء ما عمرني عممت. الناس الا كانت ذكيه فعلا والسفيانيين الحرين ذكيين يسمعوا انني قلت بعض السفيانيين ما رجالش فهمتيني. نضك السيد قلت ليه شوف قلت ليه ما تحطش هذا الفيديو راه انا باقي ما لابسش حوايج قلت لي دابا يبش حكاك وكما كتشوفوني الحال ثاني باين فيها ستريس قلت لي عندي الماكياج ما تحطوش. هو بغى يدير البوز هو صدق زعما كان انه ذكي بيدير البوز وحطو سيري خدمت اللي خدمنا لي ماكياج خدمنا لي موديل خدمنا المسائل ديالو انا تكيت الوقت اللي تكيت تنجي لي زابيل اجاوبت تسب اسفي انا اسفي ديما نخدم فيها خدمت معنا هيني الملاحي خدمت في اعراس خدمت مع نقافات خدمت مع تبارك الله عائله السباعي خدمت مع عائله صهيب خبلت مع عائله الملاحيين نيت خدمت مع عائله الدجول الكبار. انا بالنسبه للناس اسفي نقول الرجال ماشي اسفي اسفي هي مراكش تنسيفه الحوز راه هي مراكش هي اسفي راه نفس التقاليد نفس العادات حبابنا وصحابنا. هي انا اللي ما عجبنيش هو ان هاد الصحافه اللي كتبت عليا ماشي شريفه لان فاش تحط الفيديو لان تنقول بعض ما تنقولش ماشي رجال كلهم لانه وقع لي مشكل نهار قبل وقع لي تعامل معايا تعامل خايب رغم هذا كيف ما كنت نعاود ليه كنعاود ليه كصديق يعني كنعاود ليه نعاود ليه ما تحطوش لان كنهضر معاك كصديق لان اخو سالم صديق ديالي هو صديق يعني كيتسنى لقيتو كيتسناني يعني علاش واش انا بغيت يحط لي فيديو وانا في ديك الحاله هكا كيورتا لها ما يمكنش. هو تعمد يحطو باش يدير الباز باش انه يدير الباز باش انه يقول لك هو ملك الجمال اسفي وانا ما شفت فيه حتى شي صفه تاع ملك الجمال اسفي. اما انا السفيانيين فوق راسي ومراكشين فوق راسي انا ديما في اللايفات ديالي وما تنعممش تنقول بعض المغاربه ياك المغاربه قال لي مغاربه تنقول بعض المغاربه حقودين بعض المغاربه ما كيسواش والناس اللي كيعرفوني في اللايفات تعرفوني صريح. هذا الفيديو هذا واش ما كانش واحد النوع من الاشهار يعني انت واش ما ديرش الاشاره واش ما هو لا هو اللي بيدير الاشاره راسه لانني لست محتاج للاشهار لان اسم جواد قالنا او جواد بينقو يكفي انه الحمد لله في المغرب وخارج المغرب يعني انا كنخدم عراسات ونخدم ديزيفينمون في خارج المغرب وداخل المغرب الحمد لله. اما الاشاره باش انا نسب واحد الانسان واحد الفئه واحد المدينه نسبها بجميع بكلها باش ندير البوز الله ينعلبوه بوز ما درتهاش وماشي ماشي مشيم ديالي والحمد لله كنخدم من زمان مي هذا فخ لان جواد قال لنا بيدير قالا في رمضان رمضانيات ومن نسمعوا جواد بيدير قالا رمضانيات في اسفي ما عجبهمش الحال سي بوغ سا صيفطوا لي داكشي قبيله انا كنغني في القالا وقطعوا لي الضو ورانا العيالات اسفي راهم يقبحوني الناس اللي كانت العيالات اللي كانوا حاضرين كانت تبارك الله حاضرين شي 120 مرة 130 مرة راهم يقول لك يلا غنيت الاغنيه الاولى الثانيه وقطعوا لي الضو مدبر وي مدبر لانه فاش كنت تغني ورا المغنيه رقيه اللي عندكم في اسفي تقول لك يلا طلعت غنيت الاغنيه الاولى قطعوا لي الضو يعني الناس انا مراكشي ايه جيت خدمت في اسفي لان الناس بغاوني اللي كان كنخدم كماكيور تعجبو جواد قنانه ولكن الانسان يعني كون ما كانش عندي كون ما كانش متمكن ولا كون ما كانش عندي في الديه راه ما يمكنش يعيطوا لي الناس بغاوني كبرت بيا ستيليست الحرفي كبرت بيا جيت بيان سور انا وناس مخرين من كازا علاش هاد الغيره الله رزق الله راه اي واحد راه شحال من سفياني خدام في مراكش وشحال مراكشي خدام في اسفي
وشحال بيضاوي في اسفي وشحال مسفياني في كازا. الانسان ما يخدرش الفتنه وما يهجش داك الشيء اللي بغى. ونورمالمون حنا قال المغاربه فاش نكون بعضياتنا راه كنسبوا بعضياتنا، هذه راه معروفه. تيقول لك شحال واحد يقول لك انا الله يطيرني من هذه البلاد اش درتنا شنا فينا، كاين هذه الهضره ولا ما كايناش؟ ولكن انا باش تدير معايا فيديو تقول نخلي عندي وتحطه باش انت دير البز. اول فيديو سجاود راه كان بواحد الطريقه مستفزه. كنت عيان يعني، ما تيهضر معايا وانا عيان، وانا ما قلتش اسفي، قلت لبعض. كنعاود ناكد على ان في الانترفيو ديالي ولا في اللايفات ديال الناس اللي كتعرفني عمرني كنعمم، لان التعميم من صفات الجهاله، عمرني عممت. وهذا السيد بغى يضرب البوز لانه ديجا من بودز ما مسكين، حاول يدير الفكاهه وما صدقاتليش، وحاول يدير انه يدير بزاف د الحوايج وما صدقوليش. ما يخورنيش انا بالطا مراك شيت بهذه الكلمه، ما يخورنيش مع الناس الناس تاسفي. اليوم واش كتشوف المشكل فيك انت؟ المشكل لا ما في المشكل في نشر الفيديو، اللي نشر الفيديو يعني. واش ما كتقولش انا اللي ما كانش عليا نصور معاه؟ لا ماشي انا اللي كان، انا تقتشيه، لان انا كما كنهضر معك دابا انا وياك اصحاب، وتقدر نقول بزاف الكلام، نكون واقعيين. فاش يكون جوج صحاب راه تقدر نسبوا اي حاجه حتى تسب، راه كيهزوا شحال من السبان. ولكن انا فاش تقتشيك انا وكنقول لك انا فاش ساليتي الفيديو قلت لك ما تحطوش حتى نتصور معك وتحطو، يعني هو اللي مدبر. ومن يجي عندك صحفي ويجي عندك ويدير لك لايف ويبقى يعايرك ويهددك، هذا صحفي يعني مدبر هذا الشيء كله. علاش؟ حيت جواد قالنا كيجي وكيخدم في اسفي وكيخدم مع هاني الملاحي وفلا جا خدم مع هاد ستيلت كاول ديفيلي في مدينه اسفي، يعني كواحد الدفعه لمدينه اسفي ما قبلوهاش. هذا الشيء علاش؟ ترفع تعال نعرف، لان ما قلتش شي حاجه اللي تلعب وما سبيت حتى شي حد. ويجيبوا الفيديو انا كيفاش ما رجعت جمعيه حقوقيه، اشنو درت؟ قتلت عباد الله؟ ما قلت حتى شي حاجه. انا والسيد تنهضر عاد ترفع على داك السيد اللي حط الفيديو، حيت انا ما حطيتوش عندي في الانستغرام ولا حطيت، السيد اللي حطو ما استشرش معايا بيرفع رفعوا قضيه وتنعرف على قضيه، ما عنديش المشكل، لان ما قلتش كلمه لعب وماشي انا اللي حطيته في لاباج ديالي. السيد اللي حطو في لاباج عنده هو اللي خصو يتابع، هو اللي خصو يتعاقب، لانني ما قلتش غنحطو وما تشاورش معايا. ما قلتش ان ولاد اسفي ما جي رجال، قلت بعض كما تنقول بعض المراكشيين كنقول بعض المغاربه في زانترفيو ديالي، ما يجيش واحد اخر يخورني، هاد التخويره ما كتعجبنيش. الكلمه هذه ديال بعض، لان كاين فئه مزيانه وكاين بعض ولاد الحرام ما تيسواش، هادي كنقولها حنا كمغاربه، كنقول الله ينجيك من ولاد الحرام. حتى هادي ما كايناش ما خصناش نقولوها، راه امك لا راه امك كتقول لك الله ينجيك من ولاد الحرام، يعني واحد الفئه، حيت ماشي كلشي ولاد الحرام. باش نكونوا منطقيين نكونوا واقعيين نكونوا نتعرفوا نهضروا، ما نبقاش نجيبوا من الدور. انا ما قلتش لك السيد بيركب البوز وبيضرب البوز على ظهري، لان غنتابعو ما عندوش حق يحط فيديو. ما عندوش حتى فيديو بدون غنتابعو حتى هو، لان حط فيديو بدون ما استشرش معايا، والفيديو قال لك بيخليه عنده، لان ما كانش لابس حوايج، ما يحطش فيديو بيستفزني به. فوالا هادشي اللي كاين، يعني ما دار داكشي الا باش بيخلق البوز بيا. يعني انسان باش يسجل فيديو ويحطو تقول لي انت ما تحطش، لان كنهضر معنا كصديق وتحط واحد الفيديو ومن بعد انا نعس نجي لقاد الجا. الناس اسفي كيعرفوني مزيان، انا ديما كنجي نخدم في اسفي، الناس اسفي الله يعمرها ظهر، لا هي لا توما لا رجالهم. كما قلت انا ما هضرتش، هضرت على داك هضرت المشكل اللي وقع ليا، كنهضر معاك كصديق. ايه هو داك السيد الله يهديه بيدير البوز جا حط داك الفيديو، كما انا غنتابعو قانونيا لانه ما عندوش الحق يحط فيديو ديالي وانا كنهضر معاه في موضوع خصوصي، لان شحال الناس تيهضروا بعضياتهم في شي حوايج كبار وما عندوش الحق يحط نهائيا الفيديو. و الناس تاسفي راه توقع لنا تيموت عليكم وتيموت على المغاربه كلهم. وانا بغيت نقول شي حاجه، ما تنعممش الناس اللي كتشوفني في انستغرام بيان سور كنعاير، ايه كنعاير وكنسب، ولكن ديما تنقول فئه، ما عمرني تنقول ما عمرني كنعمم كنخصص، لان التعميم من انت الف مال ماركه انا شوف انا ديما تعتذر المغاربه كلهم والسفيانيين، عمرني قلت لهم شي كلمه لعيب. انا الا قلت شي حاجه الا خرجت فمي انا في ستوري ديالي تنهضر للناس تاسفي، ولكن ماشي ستوري ديالي، ماشي انستغرام ديالي، لعبوا على انستغرام ديالي قلت الناس تاسفي ماشي رجال، ما عمرني قلت هذه القضيه. ديما كندير لايفات تنقول الناس تحيه الناس تاسفي والسفيانيات والسفياني، عمرني قلت هذه القضيه. هو الفيديو كان عنده حطه عنده في الانستغرام ديالو، يعني خصهم يتابعوه هما، هو اللي بغى يدير البوز، هو اللي بغى يدير البلبله. اما ناس اسفي الله عمرها، راه كنت دابا قلت لك راه شي 220 مره بلا رجال، الحمد لله كلشي ضحك كلشي نشط اللهم لك الحمد، راه كنت نغني قطعوا لي الضو، يعني هذا الشيء مدبر لا غير. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تي في جريده الكترونيه وطنيه شامله ومستقله.